امريكا المليون جنيه، والان عنده عده مليارات عليه من البنك الاهلي والبنوك الاخرى، ما حدش بيسال الفلوس دي راحت فين ومين اللي غسل ومين اللي مول ومين اللي ما غسلش. احمد عز اللي بيتاجر بالمليارات، اللي بيمول مصاريف الحزب الوطني في فندق موفنديك لمده 90 يوم، منين الفلوس دي؟ من الشعب، من نهب ثروات الشعب واموال الشعب. وفي الاخر يتحاكم ال 21 دول اصحاب 23 شركه، كل الاموال اللي اتلقت في المحلات وفي الشركات وكله اقل من 2 مليون جنيه. يعني كل شركه 20 30 الف مصاريف مرتباتها ولا شيء من هذا القبيل. فده بيدل على هذا الفساد وهذا الاستبداد. حسبنا الله.